ومعنا في الاستديو الحاج ولي العيد، الأمين العام المساعد للنقابة المهنية للحمالين. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يعني بداية أريد أن أعرف نقابتكم لم تشارك في هذا الإضراب رغم أنكم تشتركون معها في المطالب. شكرا. لماذا؟ السانحة، احنا في بداية السنة الماضية قمنا بانتخابات على مستوى ميناء الصداقة، وهذه الانتخابات فاضت عن النقابة المهنية، فازت ب 95% من الانتخابات، وبالتالي أصبحت النقابة المهنية للحمالة هي الوحيدة اللي عندها الحق واللي تملك الحق في اللي تقدم مطالب للعمال، والله تدعم العمال على أي شيء له عدله، ما في مي رقاج آخر يمتلك الحق في يتكلم عن العمال في أي ظرفية في ميناء الصداقة إلا من خولت له النقابة المهنية الكلام عنها. أما ما يخص هذا الإضراب، هذا الإضراب الذي بدأ بالأمس، هذا الإضراب نحن بلغنا من عند عمالنا، والله من عند جميع العمال، عن والله نحن نعرفه بأن نقابة المهنية للحمال هي النقابة الوحيدة اللي أمينها العام حمال والمتكلم الأمين العام المساعد حمال، بمعنى أن نعرفه جميع اللي عند الحمال من المشاكل واللي يعانون من المشاكل. بلغنا من بعض عمالنا ونحن نعرفوها عن فم تضرر كبير بدل ينقال له سورتي تس، وهي سورتي تس هي سياسه مبرمجه لتجويع العمال، ونحن نعرف عنها سياسه مبرمجه لتجميع العمال، من العمال اللي كانوا استقاتوا منه سورتي تس البضاعه اللي تنحط لهم في الميناء ويشتغلوها في الميناء ويجبروا منها اجورهم اللي استنوا، وهذا الضرر بيناه بان كنا نطلعوا 2500 و2800 عامل يوميا، واليوم اننا ذاك تقريبا من 18 الى بل سنه ما ترينا نطلعوا ما هو 200 الى بل 300. طيب هذا يعني بالمحصله ما ابرز بنود الاتفاق الذي اتفق عليه ممثل المضربين واداره الميناء؟ اتفقنا يوم الجمعه مع 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 الموردين اللي هم ترانزيترات بحضره رئيس غرفه الجمارك الموجود في الميناء ومديرها العام المساعد على 10 مواد من المواد اللي كانت تفرق خارج الميناء زيادة على 8 مواد مسبقا كانت عندنا، اللي هي 18 مادة اجبرناها عنها تعود تنحط لنا فمو نستفادوا منها، يا غير ما عدنا ما هو لين قلنا لهم عنا لين واصلوا معهم مفاوضات، ولا نقدروا نواصلوا معهم مفاوضات نحن شياع، بالتالي لابد لهم منهم ويفكون البضاعة ونعود نقدروا نواصلوا معهم استماعات واعطاونا ذي المواد العشرة زيادة على 8 مواد عندنا، لين جبناها يوم الاثنين للساحه، رفضتها الساحه بقرار والله بحجه عنها ما هي موقعه من طرف الاداريين، استقبلنا هذا الرفض وقلنا عنه رفض صحيح وقلت ممكن انهم لابد لهم منهم يوقعوها اللي هم الموردين والاداره العامه اللي مكلفه برعايتنا في هذا الزمن، الاداره العامه لبور، ورجعنا لهم اليوم ووقعوها انه جبناها، ولين جبناها قال البعض عنه ما هو مشتغل، وبالتالي عقبت الشغله خلقت باللي كان يندار ما هو مصلحة للعامل. طيب ما هو المشترك بينكم وبين المضربين؟ عمال مضربين عمال لعنهم ما هم فاهمين ذيك الايادي الخفية، ومن هنا أرجو من أصحاب الايادي الخفية التي تقذي بعض من الحمالة والأفكار المسمومة اللي ترفع أيديهم عن بالحمال ما عنده. طيب مطلب هم لهم مطالب وأنتم لكم مطالب، ما هي المطالب المشتركة بينكم؟ هم جميع المطالب اللي عندهم نفس المطالب اللي عندنا، هم نحن طيب ما الذي يمنع أيضا اتحادكم؟ لا أدري الإدراك. هذا أسألك عنه، قلنا هم قالوا عنهم لابد لهم من المطالب اللي أعطاه ترانزيتار تعود موقعين وقعوا المطالب. طيب هم طالبوا بنفس المطالب مطالب مختلفة. طيب لماذا لا؟ وبعد 20 يوم من المفاوضات سارية بيننا وبينهم، بيننا نحن والترانزيتارات والإدارة على بقية المواد الأخرين، إما نستفادوا منهم بالتبوتيفم وإما يتموا يعوضونا إلى عدد. طيب ماذا تحقق من الاتفاق الذي وقعته مع الجهات المعنية؟ لم يتحقق منه إلى حد الساعة أي شيء، يعني إضرابهم مبرر بالنسبة لك؟ لا غير مبرر، أنا الإضراب عندي يعني لم تتحقق شيء من مطالب والإضراب غير مبرر؟ الإضراب بدأ لماذا؟ اليوم لماذا المواد بدوا اليوم عند منين يعود عندنا قدا وبعد قدا نشوف المواد اللي موقعة لنا خرجت حدنا لين نرجع ونقول عن الإضراب مبرر، يا غير ما دام ما فتنا تأكدنا عن طيب سيدي المواد ما خرجت ما في الاتفاق، قلت بأن الاتفاق لم يطبق منه شيء والإضراب إذن غير مشروع، هذه النقطة لا أفهمها، لكن في سؤال أخير، ماذا بقي عالقا بالنسبة لكم؟ بقي عالقا بالنسبة لي بأننا نعرف نحن الحمالة في الميناء الصداقة بأن أصبحنا نسير أنفسنا بأنفسنا ولا نقذى من الخارج ولا نستمع إلى الأغراض المغردة من الخارج التي لا تستمع طيب دون نفسها. طيب الحاج وللعيد
أنت الأمين العام المساعد للنقابة المهنية للحمالين، شكرا جزيلا لك.